أكد أيمن عبد المنعم زوج الصحفية الراحلة رحاب بدر أن ما تردد حول انتحارها غير صحيح بالمرة، وأن هناك شبهة جنائية في الأمر. وقال من خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك: خبر انتحار رحاب غير صحيح بالمرة، وجاري مقاضاة كل من أصدر شائعات. رحاب عمرها ما أخذت علاجات الاكتئاب، ومفيش عندنا ولا مراوح ولا جنشات بالسقف. الموضوع جنائي، حرامي دخل يسرق وأنا مسافر. شكرا ليكي يا هويدا للتوضيح، وقريب هرد على كل واحد كتب كلام لا يمت للحقيقة بصلة. اللي بينتحر ما بيشتريش أكل وشوكولاتة وبيبسي، وتكلمني تهزر معايا وتتفق معايا إنها هتاكل وتطلبني ونتكلم لحد ما تنام لأني ما كنتش بالقاهرة، وتسيب الأكل ما فتحتهوش أصلا. وأضاف رحاب: كانت رجلها على الأرض واقفة، مش متعلقة ومش في جنش ولا مروحة ولا غيره. رحاب كانت بتتمنى تسافر تعمل عمرة، وده كان هيتم قريب. وفوق كل ده ابنها كان أهم شيء في حياتها، وتفاصيل كتير قوي هحكيها في وقتها. وهيتم مقاضاة كل من قرر يألف ويكتب أي كلام ليعمل سبق. أخيرا دي آخر صورة لينا مع بعض قبل الوفاة بيوم. والعاقل يقول: هل دي واحدة هتسيبني وتروح تنتحر؟ ونشر الصورة الجميلة ديت وهما مع بعض في أتم سعادة، وقال: مش معقولة دي واحدة، شكل واحدة هتروح تنتحر، متزوقة ومكياج كامل ومبسوطة مع جوزها. وكتب أيضا من ساعتين: فالنهاردة أول فبراير 2020، الله يرحمك يا روبي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا أغلى وأحن وأطيب وأجمل إنسانة جت في الدنيا، ويصبرنا أنا وابنك وأحبابك على فراقك. ربنا يثبتك عند السؤال ويجعل مثواكي الجنة. عزاء زوجتي الغالية رحاب بدر اليوم السبت بمسجد النور شارع 200 دجلة المعادي. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وردت عليه واحدة اسمها حنان عبد الله: وأنا أشهد الله أنها كانت ونعم الصديقة والسند والجدعنة والطيبة والطاقة الإيجابية، لولا الغربة ما كانش الواحد بعد عنها، بس دايما كنا بنطمن على بعض من فترة للتانية، واستحالة تفكر في حاجة زي دي. ربنا يرحمك يا حبيبتي وينور قبرك ويصبرنا جميعا. وأثارت وفاة الصحفية الشابة رحاب بدر جدلا واسعا في السوشيال ميديا، وكانت وفاتها بمثابة صدمة لأهلها وأصدقائها بعد العثور على جثتها داخل المنزل. وترددت الكثير من الأقاويل دون دليل ثابت، حيث خمن البعض أنها قامت بالانتحار، الأمر الذي استبعده كل من يعرفها جيدا، خصوصا أنها شخصية مؤمنة بالله ومحبة للحياة وفقا لحديث القريبين منها. أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الصحفية رحاب بدر المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي الأفريقي بعد العثور خميس 30 يناير 2020، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادي، وطلبت تحريات المباحث. وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن المتوفاة عثر على جثتها مشنوقة داخل غرفة نومها معلقة في أحد الأعمدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زنهم لبيان أسباب الوفاة. وطلبت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات. دي رحاب بدر الله يرحمها، وجدت مشنوقة امبارح الخميس 30 يناير 2020 هنا مع ابنها حمزة، ربنا يعينه ويصبره. دي رحاب بدر. واستمعت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق إلى أقوال والدة المتوفاة، التي قالت في التحقيقات أنها اتصلت بنجلتها أكثر من مرة على مدار اليوم ولم ترد ابنتها على هاتفها المحمول، فاتصلت
اتصلت بزوجها المخرج أيمن عبد المنعم الذي اتصل وعاود الاتصال عليها أكثر من مرة. وبعد عدة ساعات توجهت الأم إلى منزل ابنتها بمنطقة المعادي وقامت بطرق باب الشقة ولكن لم تستجيب، فاستعانت ببعض الجيران لفتح الباب. وأضافت والدة المتوفاة في التحقيقات عقب دخولها الشقة أنها عثرت على جثة ابنتها مشنوقة في غرفة نومها في أحد الأعمدة بجوار سرير النوم، فاتصلت على زوجها الذي حضر من الإسكندرية على الفور لمعرفة الأمر. ده جوزها مخرج أيمن عبد المنعم، ودي صورة دي معاها من على حسابه على الفيسبوك. واستمعت النيابة إلى أقوال زوج المتوفى الذي أكد أنه علم بالخبر من خلال والدة زوجته وأنه اتصل بها أكثر من مرة لكنها لم ترد. وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث لفحصها لبيان عما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية من عدمه. كما طلبت النيابة بيان بكافة الاتصالات والمكالمات التي أجرتها الصحفية قبل الحادث وفحص رسائل الهاتف الواتساب والفيسبوك. وطلبت تحريات حول الحادث لتحديد عما إذا كانت المتوفاة انتحرت أم هناك شبهة جنائية في الحادث. وكانت الإعلامية رحاب بدر قد نشرت قبل الواقعة بيوم بوست على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قالت فيه: اللي حابب ينضم للتجربة متطوعا ويعيش حالة النشاط الفني في الأقصر خلال المهرجان يشارك على الإيميل في أقرب وقت للمشاركة في المهرجان. بما معناه إن هي بتعيش حياتها الطبيعية. وادي البوست اللي حطيته في 29 يناير الساعة 7 بالليل، وكمان كانت بتشعر بالحماسة: اللي حابب ينضم للتجربة متطوعا يواصلنا. وكتبت على البوست ده اهو: اغتنم الفرصة لتجربة مهرجان الأقصر السينمائي الأفريقي من الداخل بالانضمام إلى فريقنا. نحن لا ندفع المال ولكننا نصنع ذكريات عظيمة وخبرة شخصية هناك، وسوف نغطي تكلفة الإقامة الخاصة بك ونقلها. لذا إذا كنت تتكلم بطلاقة الإنجليزية أو الفرنسية فأنت من مصر والعمر من 18 إلى 25 سنة ويكون لديك شغف السينما، نحن بانتظاركم أن تكونوا أحد المتطوعين. أرسل السيرة الذاتية الآن إلى محطة الإيميل. وكلام ده في 29 يناير. ده ابنهم حمزة، ربنا يعينه ويصبره. وهنا صورتها مع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، يعني واحدة بحياتها الطبيعية عادية خالص، يعني لا في حالة نفسية ولا في حاجة تدعوها للانتحار يعني. دي صور متفرقة من على حسابها على الفيسبوك، وكمان مقبلة على الحياة، يعني مش واحدة مكتئبة عشان تنتحر يعني. ربنا يظهر الحقيقة ويصبر ابنها وزوجها. دي صور مع ابنها في الملاهي أو جنينة الحيوانات، وصور من على حسابها الشخصي في الفيسبوك، كلها فيها مبتسمة ومتواصلة اجتماعيا مع أصدقائها في شغلها. وجوزها حط الصورة ديت مع خالد الحجر، وحط البوست برضو بتاعه اللي حاول يعزيه فيه. وكتب خالد الحجر: رحاب بدر أيمن عبد المنعم، ربنا يرحمك عزيزتي رحاب بدر، في الجنة إن شاء الله. ربنا يصبرك يا أيمن ويصبر ابنكم ويصبر الجميع، الجميع حزين ومصدوم من 14 ساعة فقط. وأيضا حط زوجها أيمن عبد المنعم بوستات كتير على حسابه على الفيسبوك
منها محمد حمودة إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية رحاب بدر زوجة أخي وأستاذي أيمن عبد المنعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، ويلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. برضو من على حسابه على الموقع الفيسبوك قد نشر صورته مع محمود حميدة المخرج أيمن عبد المنعم. ربنا يكشف الحقيقة ويصبره. وهنا برضو سامية بدر كتبت ادعو لرحاب بدر وربنا يصبر زوجها أيمن عبد المنعم، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك، وأنزل السكينة والطمأنينة عليها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران، وثبتها عند السؤال، وأنس وحشتها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمين يا رب العالمين. من حوالي 16 ساعة فقط. أيضا شريف سندي كتب البقاء لله، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته رحاب بدر، وربنا يصبرك ويعينك على فراقها يا حبيبي أيمن عبد المنعم. من 18 ساعة فقط، ربنا يرحمه. دي آخر صورة مع أصدقائها وآخر بوست حطته قبل يوم من رحلة. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا فيه على القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.